ده سؤاله الثاني، ايوه قبل وفاتها ب3 دقائق. ايوه انا من كان ام اخر لابد كلام ان لا تقول اله هذا الا الله؟ وتموت؟ لا هي قالت وماتت، هي عايزه تقول يعني انها ان عاشت بعد ذلك يعني ثلاث وتكلمت، دقائق. لكن لم تتكلم. طب هب انها قالت كلمتين بعد الشهادتين. ما هو لا يشترط انه، ما هو كم من اناس وجدنا بعض يعني حكي لنا ان اناسا يعني لم يكونوا على الهدى وقبل الموت يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ورأينا اناسا على الهدى التام ولم يقل لا اله الا الله محمد رسول الله. فيعني لا يشترط ان ينطق الانسان عند موته بالشهادتين، وانما هو اين عمره فيما قضى. يعني انا اختصر كل العمر الذي كان في طاعه ربي سبحانه وتعالى وتقبله الله منه، واقول ان من سوء الخاتمه ان لم يوفق الى قول الشهادتين. بس بمفهوم المخالفة انه من حسن الخاتمة ان يذكر. ان يذكر، هب انه لم يتذكر، هب انه لم يتذكر. لا، ما احنا مش هنتكلم في من لم ايوه يقل، لكن السؤال الان في من قال. من قال ده خير، نعم، لكن قد يعني هو وفق لذلك، لكن هل هذا معناه ان السيئات التي ارتكبها في خلال عمره ضاعت لانه قال لا اله الا الله محمد رسول الله عند موته؟ لا ارى ذلك. من قال لا اله الا الله دخل الجنة، أو من كان آخر كلامه، هو العلماء وجهوه يعني نعم. كان مآله في النهاية إلى الجنة يا رب، لأنه لا يخلد في النار، لأنه من المعلوم ماذا إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن أدخله النار لا يخلد فيها، لأنه معه الأصل وهو التوحيد. ده الحمل الحديث على كده. لكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ويعفو عن كثير. أيوة نعم، صلى الله أن يعفو عنا جميعا. نعم، آمين.